هلا وهلا وحبايبنا. هلا وحبايبنا. يوم جديد، بلوج جديد، ومغامرة جديدة لازم تعرفها. هاي خلاص، هاي الروتين لازم نسويها. مغامرة. يوم جديد، مغامرة جديدة. اليوم وين؟ قبل لا نبدأ ونوريكم إحنا وين، لا تنسوا إنكم تشتركوا بالقناة، تسوون لايك وشير هذا الفيديو بين أحبابكم. يلا خلينا نبدأ. طبعا احنا اليوم هنا عند لوز. وليش جايين حياتي اليوم؟ ما ادري ما ادري. وين رايح؟ ما ادري. افتح الباب. ما ادري. اليوم جايين نشوف غراض للمطبخ، لان الحب مالتي راح يسوي لنا ابديت للمطبخ كله. صح؟ ما صح؟ شجعوا شجعوا شجعوا. انا هاي تشجيعاتي جبت لكم هنا. الله. طبعا لوز اللي خارج امريكا اللي قاعد يتابعنا، هو مكان كل كبير حق ادوات المنزل. يلا هاي حبيتها والله. غريبه يبيعونها هنا بلوز. شوفوا هنا اكو الجريل، الجريلز بانواعه. طبعا هاي هيك هنا المحلات مالت امريكا. يا هنشوف. كم سعره؟ 400. والله زين، اذا 400 300 ترى رخيص. بس حياتي مو كنا كبير على الاولاد؟ كبير على الاولاد؟ هذا هو اعتقد سعره 799. صدق؟ هذا وتجي هاي الخوذ. اي هو هذا، شوفوا جايبينه. لا كم فولتج؟ مو ها بترول. شنو بترول؟ اوكي. وهاي 89 كانت 99 على اساس. اوكي شنو رايك هسه؟ انت قلت لي 300 400، قلت لك اوكي اشتري. يمكن كاسكو 400 حاطين 100. بس الاولاد رجلهم توصل. يا هذه طبعا حق هاي العشب صح؟ اللي تقص العشب. كم سعرها؟ هاي احلى شيء. واو. 400. هاي 5500 دولار. واو. الباتري هاي. هاي حلوه، كان الاهالي يستانسون بها، يقصون العشب يوميا هم. بعد انت تبطل ما تقصه. اوكي حبايبي، سو تعالوا خلونا نشوف. هنا هم عندهم الاجهزه الكهربائيه، المطبخ، المكناس على شنو؟ المكناس التمساح. التمساح. هاي وين؟ لا انا صراحة شوف هاي بس واير. لسن، كلهم قالوا لي، وحتى متابعيني بالانستغرام قالوا لي هذه الدائرة تمسح وتكنس رهيبة. خلينا نجربها ونرجع هنا بامريكا. مو يرجعون؟ لا. اذا ما حبيتها يلا. هاي احسن تكنس، وهاي تمسح. هاي بس تمسح، اما تشيله صاخر. اوكي تجيبين هذين، هذين غيرينهم. ايه شوفوا هنا شنو هالازعاج. تعالوا خلنا اوريكم الثلاجات والطباخات والغسالات ول 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 ول. طبعا هذا كلش حلو اللي يجي بيه اثنين فرن اثنين. شنو رايك؟ بس احنا ابدا ما نحبه يكون غاز، احنا كهربائي. هذا كلش مو زين. بس هذا حلو بيجريل بعد صح؟ هذا هنا تنظيفه سهل اعتقد. هذا هذا شو هذا؟ كل مرة مو كان قبل عندي. يا يعني تعرفون ايه يعني تنظفون هاي وهنا وهاي العيون. اما الكهربائي، وين الكهربائي؟ هذا هو، احنا عندنا الكهربائي. شوفوا شلون سهل، توسخ مسحوا هنا وخلاص فلت راحت. اوكي شنو اشترينا ثلاجة بعد؟ شنو قاعد تباوع للثلاجات؟ صدق احنا ليش ما جينا هنا وشفنا بلوز ثلاجات؟ هاي 29 3800. احنا اخذناها. يا احنا اخذناهم ال جي، وخلينا نشوف اذا شبيهه. شبيهه لهاي بس هاي صغيره.
اوكي لا بس قاعد اصور لهم احنا هذا القسم. قلت له انا جبته هنا بس عشان اصور لكم. احنا رايحين على الباك سبلاش، نريد نشتري باك سبلاش المطبخ. شوفوا هنا هاي، هنا هاي الكاونترات تشترون لهم هيجي وتصبغونهم انت وتركبونهم انت. يجن هيجي واكو يجن ابيض. طبعا هاي رخيصات كلش، هذيلا يجون ارخص، الما مصبوغات ارخص. 129 بس هذا خشب ولا شنو؟ هذا اوك وود. يعني هذا زين؟ اوك وود. زين العدل ليش شنو رايك تجيبه ونركبه؟ وين نركبه؟ بمطبخنا نغير الكبتات، شنو رايك؟ اوكي. هذا سالد اوك وود. يعني هذا كلش زين؟ اي كلش زين. بس رخيص، شوف سعره رخيص. بس الفينش مالته يعني كله بروفيشنال اللي يسوي، مو يعني الستين تخليه بعدين ينشف بعدين ترشي له ساندينج سيلر بعدين تخلين عليه كوت فينيش، يعني بي بروسس. اوكي يجي فينيش. شوفوا هذا يجي فينيش، هذا اللون، هذا مهاجني وود. اوكي يا زين. وهذا الابيض بس شوفوا هذا يجي بدون ولا ديزاين، شوفوا هيجي. وهنا عندنا الابيض، اوه شوفوا هنا هذا كل الابيض. يعني شوفوا اسعار الابيض شلون تجي اغلى لانها مصبوغه. هذا يسمونه الشكر اعتقد. يس شوفوا هذا الديزاين وضحت، هذا هو. هاي هاي كابنت طويل. وهنا هذا اللي يجون يمكن 300 هيك شيء. هاي 360 يا مالتنا المطبخ البيسمنت اللي اريد من عنده لازم تجيب مثله من هوم ديبو اكو. اوكي تختلف. وشوفوا هنا، هنا شنو الكاونتر توب؟ اي بس هاي العادي هذا. اي هذا عادي، هذا اللي مثل النايلون. نايلون اوكي. احنا بالمطبخ مالتنا بالبيت اللي فوق سوليد. شوفوا شنو عندهم، عندهم هذا المطبخ الجري. انا المطبخ مالتنا راح اصبغه جري لانه وعد ما راح يغير لنا الكبتات او الكاونترات، فقلت له يصبغ لي اياهم جري. هذا جري. اي هذا اشتري لي اياه بليز. ليش تصبغ وتتعب وهاي الشلع والتركيب والش اسمه اسمال هم يبقى ينصبغ اسهل. هذا جري. لا هذا yeah. مو جري، جري على اخضر مو ولا شنو. اي هذا جري مخضر متكهرب شوي. متكهرب ايه. شوف هنا هذا، شوف الالوان هنا، اذا تبون تختارون تسوون ديزاين هنا يسوي لكم اياه. شوف تاخذون موعد وهاي كل الالوان. اوكي وانا هذا عاجبني، هذا اللون عاجبني حلو. شوف اكو ديزاينات اثنين، هذا وهذا. هذا الشكر انا اللي اريده كيجي تسوي لي اياهم الكبتات مالتنا، تخلي ام دي اف. تعال صدق والله اريد اشو، اريد اقايسهم ايش قد الوسع مالتهم. واو اي لايك ات، حتى اللون مالته فاتح، يجي جراي فاتح. يس هذا هو اللي انا اريده، هذا اللي انا اريده. صدق هنشوفه يا حلو همه. طبعا هاي هنا يصير بيلد ان. انا طبعا هذا اللي يعجبني، اذا غيرت لي المطبخ اللي فوق هذا اللي تجيبه. شوف يجي بيلد ان وهذا بروح، يعني مو لازقين مع بعض بهذا الشكل. كهربائي. ايه كهربائي. هاي شوف حاطين لك كهربائي وهذا تحت هيجي. انا اي لايك ات مور. وهنا هاي يجي ينحطون على الحائط، احنا مالتنا اوريدي على الحائط. شنو رايك ها بلشت تفكر نسوي ابديت جذري للمطبخ؟ هاي 15 20 اشتري سيارة دي. لا شوفوا هاي شنو هنا؟ هاي شنو؟ لا تقولي هاي تطبق الهدوم، شفت؟ صقت لك اللي تطبق الهدوم او يمكن تضرب الهدوم اوتي. هاي تعلميها وهي يمكن تطبي ستين. يا جماعة اللي يريد يا شوفي تخلين ماي. ايه تضربهم اوتي. يا تعلق لك اياها وتضربيها اوتي هنا تخلين فطرونج.
اها يا هنا البنطلون تعلقينه وهنا الجاكيت مالتي. حبايبنا اللي يدور يسوي ابديت لللوندري هاي كلش رهيبه، ال جي كامله متكامله، غساله، نشافه، وهنا تضرب لكم اوتي رهيبات. It's connected together. Yeah, they are connected together by the way. يعني تجي وحده هيش طويله مثل الثلاجه. حلو. طبعا اجينا هنا للرخام والسيراميك. نو اي بس اقول لكم هنا تجوا انتم تشوفون عندهم تشكيله حلوه وتجي رخيصات، مرات يعطون ديلز ما موجوده اونلاين. شوفوا هسه هنا 84 سنت. يس هاي هنا الديلز. شوفوا هذا مسوين عليه ديل، هذا دولارين. اوكي هاي كلش حبيته. حلو هذا 99 سنت. 99 سنت. أنا مشتريت هنا حق المطبخ، صرنا سنتين من مشترينه هنا. أنا شوفوا هذا هسه إحنا وصلنا الباك سبلاش، هذا اللي يشوفهم. يس هنا فوق. هسه خلونا نختار شنو نريد. حلوين هنا شغلاتهم حلوة، أنا كلش أحبن. لوز خلينا نشوف شنو عندنا. هذه كمان سويت سبيشال اوردر باك سبلاش للبيسمنت مالت المطبخ مالت البيسمنت. يس اولموست تقريبا نفس هذا احنا بس اصغر. هاي كبار. يا هذا تقريبا. Good morning. Thank you very much. Thank you. No, okay then. Thank you. خلينا نشوف هسه راح نختار تشكيلة واسعة. شنو نختار؟ شنو نختار؟ هذا الصغير، هذا الصغير نفس مالتنا اكزاكتلي. هذا اعتقد يا اي 51. اي بس هذا جراي. هذا جراي. شوفوا هذا كلش حلو. هذا يسمونه سابوي، سو اسهل بالتركيب يعني يتركب مثل هيجي. يجي شوفوا اكو قطع قطع واكو تجي انها يعني كلهم مع بعض. خلنا اوريكم مثل هيك يجون. شنو ايش قاعد تسوي؟ اكو خيارات هواي بس شوف 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 شنو رايك بهذا؟ يعني تحسه ابيض وداخل بي بيج جراي. يا كلش حلو. يا حلو. بيش الطبقه هاد؟ 9 دولارات. 9 دولارات يا. 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 يعني أوكي. هالطبقة 9 سكوير فيت، احنا ايش قد حسبناها الريت؟ ما ادري. تذكر؟ انت حسبتيها، انت جبتي ثلاث باكسات. ثلاث باكسات؟ اي. كان كل بوكس ما اعرف القياس بس حبيت هذا. اوكي حسبي ايش قد، المهم هسه لا تاخذين المكسورة. لايك اذا كل وحدة 9.7 سكوير فيت، لازم اشوف ايش قد احنا سكوير فيت. هسه شنو زوزو؟ طبعا هنا تاخذ شوف هاي. لا هاي انت جي مو حلو. لا الكلاوس هي تحط على الايدج على الاطراف. شوف يا احنا هنا اجينا مكان. شوف المطبخ مالتنا لما نشيل ارضيه لازم نخلي له هذا السمنت بورد. بس خلينا نجيب السياره. لا بعدين هسه نشوف بعدين. لا هذا اي هذا هذا يمكن مال الحيطان سمنت بورد. يا فاستر انستليشن قلت لك 20% فاستر انستليشن. يا نخليه تحت قبل لا نسوي الارضيه. وفي 30 years warranty. والبالك اذا اشتريت بالك يصير 9 دولارات. يا المهم اشتريت بالك احنا نريد يمكن 10 قطع، اقل من 10 قطع. اي احنا لا ما محتاجين. تفضل. امريكا ما يعرفون ايش السالفه. السالفه احنا هنا بيوتنا خشب. الارضيه خشب. فاحنا المطبخ نريد نسويه سيراميك او رخام، فلازم هو خشب فلازم نحط له هذا سمنت بورد، وبعد ذلك راح نحط اي اما يستخدمون هذا بس هذا كلش عالي لان انا عندي المجال راح اركب هذا وبعدين يجي فوق التايل. اي ما اريدك يصير كلش عالي. يلا تعاي منا خلينا نشوف. خلينا نرجع نشوف هنا هم كاربت. هم هاي الكاربت طبعا قبل لا تخلوه لازم تخلون من هذا تحت تفرشون.
انزين تعال ناخذ فرة هنا، هاي الارضيات الخشب وال يعني هنا اللي هو مثل الخشب بس هو مو خشب، هو فاينل يسمونه، فاينل تركبونه يعني متشتغلونه هيك شيء، تاخذونه للبيت يعني وتركبونه. طبعا الى انواع كثيره، طبعا انا قاعد اتفلسف لكم انا بشغلات. على فكره ترى انا اعشق هوم ديب واعشق لوز، احنا بلوز اعشق هاي الشغلات، يعني اجي هنا استمتع. في كثير حريم ما يستمتعون هنا، بس هنا انا شغل البناء جراوت اللي راح نشتريها، الجراوت هسه راح نشتريها. لا اكو ساندد جراوت وان ساندد جراوت. يا طبعا ما يعرفون الانساندد جراوت يعني شنو، يجي منخول ناعم، حتى من تخلي على تملأ الفراغات اللي صايرة بين الشقوق ما يسوي لك سكراتش إله. يعني إذا تجيب انساندد جراوت أوكي يجي بي سان، من تخلي أكو تايل من تركبه شنو مو قاعد تخلي بالهاي مالته وين يصير سكراتش، يصير سكراتش. أما أكو بيهم ما يعرفون، ما يعرف رأسه يخلي سكراتش على مود هاي. وهنا هم هذا وين يستخدمه، يستخدمه من تركب الجراوت خلصت الايج مالت المطبخ اللي تحت، تجي تشوف اللون اللي تريده وتخليه زين مثل السيلينج يعني. حبايبنا وعد راح يجيب عربانة، كأننا قررنا راح ناخذ هذا ابيض، وبنفس الوقت قاعد تشوفون شلون بي تكستشر حلو مو ستريت، يعني شوفوا هسه هذا ستريت يعني ما بي شيء، هذا بي تكستشر شوف طالع داخل كلش حبيته. تقريبا تقريبا نفس البيسمنت اللي اخذناه، المطبخ البيسمنت ما قاعد اشوف يعني احلى. شوفوا هذا كثير روعه، هذا اعتقد هو يس هذا هو، هذا شوفوا شلون بي تكستشر قويه ولون ابيض واكو لون جراي. قلنا لهم اللي نريده اللي هو هذا، فراحوا يجيبوا لنا اياه من فوق موجود وراح ينزلوا لنا اياه. راح ناخذ 4 بوكسز، واذا اكو زياده يعني بوكس زياده احسن ما يكون ناقص، فنرجعه عادي. هذا هو كلش حبيته. شو تقول؟ بتقريبا 36 قطعه. يكفينا ولا لا؟ خليني اشوف شنو قياس الكل بوكس كم سكوير فيت. 8.2 سكوير. هسه طبعا اخذنا السبيسر، هاي من تركبوهن تصير المجال بيناتهم تخلون المجال مالتهم. سؤالي مو فاهم يعني، شوفوا هسه المجال بين وحده ووحده تخلونها هنا، يعني هاي تركبوها هنا خلوا الوحده هنا وحده هنا. بعدين هيك بينات والفراغات حتى تركبوها. هسه راويكم شلون راح حركة بالشغل. يلا للمتابعين اشتغل اشتغل شجعوه، عافية عافية شجعوه. تحت بالتعليقات كتبوا يقول لي يلا نريد نشوف الابديت للمطبخ، ونريد نشوف قبل وبعد تشتغل عليه باسرع وقت. قلوا له قلوا له مو بس هسه هو واحد عنده وقت اشتغل. اي راح يشتغل راح يشتغل. يلا شجعوا شجعوا شجعوا، نريد قلوب حمراء هواي بالتعليقات بليز. اذا شفت قلوب هواي بالتعليقات راح تسويه باسرع وقت. اوكي يغير السالفه. شوفوا اسمه حطوا له قلوب، حطوا له قلوب هوايه قلوب. سو هسه احنا اجينا راح نختار الجراوت، طبعا راح نختاره ان ساندد يعني ما بي رمل ما بيستاند حتى شنو ما يسوي سكراش، يعني يكون ناعم ناعم حتى من تخلون ما يسوي سكراش. يلا راح نختار اللون. اوكي حبايبنا هسه اجينا هذا اللي راح نشتريه اللي هو مثل السمنت، هذا مخبوط وجاهز تحطونه وتحطون فوقهم. اكو فرق بين هذا شوف ادهسف، هذا مثل اللزاق سنه سنتين راح يطيح، بس هذا لا هو السمنت ومخبوط وجاهز اللي هو بريميوم مورتر. اوكي سوالمس خلصنا، اخذنا اللي نريده حق الباك سبلاش للمطبخ. اي تعال ركب يا وعد، تعال ركب يا وعد.
خلنا ناخذهم جولة بعد شوية منا، نروح على الجهة الثانية نوريهم النباتات. النباتات هذا قال ان ذا فرونت جالن بيج جالن. يا اوكي، فهذا رجعناه، راح نجيب القياس الاكبر. هذا سمنت مخبوط، بس افتح ميكس ات. شفت يعني انت... لقيت لك شغله سهله عشان تخلص بسرعه. انا لكم يا الحريم زين، كل سهل، يجي مخبوط وهذا مخبوط، بس شنو هذا البائع اللي يجي مثل هاد الدرامات هيجي اصغر من عنده مخبوط $53 يعني $50، بس هذا ب $16. هذا مو مخبوط، لان انتم ما تعرفون اشتروا مخبوط جاهز زين حتى ما تدوخون. هذا انا اشتريته مخبوط جاهز $53-$54 بلس تاكس زين. تشترون السبيسر ركب طب حتى علم زوزو حتى هي بعد تسوي. لا والله تشبيك انت حتى بعدين اشوف بزنس تشتغلي. كافي علي انت تسوي اول شيء بدش الصاحبات. تعالوا خلنا اوريكم الاعشاب. امشي دوم هالعنى ايدون عنى شوف نزرع عن باي هاي شو اسمه سروبيري تينا. اي والله ان شاء الله هالسنه نزرع لنا تينه. اريد ازرع تين وعنب. وهسه طبعا في شغلات هنا كلش حلوه، الثريات والاضاءات انا هنا كلش تعجبني، بس انا هسه راح نرجع شوفي اذا عجبكم هذا الفيديو نسوي لكم جوله ثانيه كامله بلوز. هسه وعد اجى عن الكاشير وقاعد نحاسب علشان نطلع. صار الدنيا ظلمه. لا هسه اوكي يلا حبايبنا، انا دفعت الفلوس هي تدفع العربانه، هاي قوانين امريكا. ما تقدر تدفعها العربانه، بس المهم انت لا تعمين. تعال هسه يعني اخذي موعد، يا اخذتي موعد وياه حتى اركب يا معوده. هسه بعد ورانا حصبه وجدري. وين تعال ركب هسه، شي فكنا من لولو من لولو من زوزو. من لولو من لولو من لولو لولو ثقيل العربانة. اوكي حبايبنا، وصلنا لنهاية هذا الفلوغ، ان شاء الله استمتعتوا مع بعض. الشمس مبينة، الساعة كانت مفتوحة. يلا لا تنسون حبايبنا انكم تشتركون بالقناة وتسوون لايك وشير هذا الفيديو بين احبابكم، وشجعوا واحد تحت بالكومنتات انه يستعجل بموضوع تغيير المطبخ. بليز 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 سووا له قلوب حمراء، سووا له شغلات بليز. الا هذا يجي مليون انا مليون يا ظالم. قول 200 قول 1000 يعني مليون. لا عاد هاي منها بعد 50 سنة. اي خلاص لا. يلا باي باي. يلا باي. الشمس بعيني ما اقدر اباوع، عيوني حساسات. كيف انا قاعد اباوع؟ عيونك مو حساسات. لا نفسي حساسات. يلا باي.